بنتابع إقبال الجاليات المصرية على ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عادل بوليس، رئيس الغرفة التجارية المصرية الكندية بكندا. برحب بحضرتك على وراديو 90.90. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ شكرا. تحياتي لحضرتك. المزيد من المتابعة فيما يخص تصويت المصريين بالخارج في كندا لليوم الثاني على التوالي، وتحديدا قرب انتهاء اليوم الثاني للتصويت للمصريين بالخارج. صراحة انا لسه النهارده يعني السبت الويكند، يعني داخلين الويكند السبت والحد، ومتوقعين ان يكون في اقبال كتير، لان امبارح كان يوم شغل زي ما انت عارفه، فكان برضو الاقبال كان كويس، بس النهارده ان شاء الله وبكره متوقعين ناس كتير، وخصوصا ان احنا عندنا هنا في كندا في مكانين للانتخاب، في القنصليه في مونتريال ودي في الماريوت هوتيل في وسط البلد، الانتخابات بتحصل في الهوتيل نفسه، وفي اوتاوا عندنا السفاره، وفي اوتوبيسات ان شاء الله طالعه النهارده من تورونتو، طالعه من شرق وغرب تورونتو. تورونتو بلد كبيره على بعد 5 ساعات بالاوتوبيس، ونازله على اوتاوا ان شاء الله هيبقوا هناك على الساعه يعني كمان ساعتين كده. نعم. يعني الأجواء الانتخابية متابعة حضرتك ليها، وما هو الفارق؟ هل هناك فارق بينها وبين الانتخابات السابقة أم لا؟ تحديدا وعي المواطنين، متابعة حضرتك لوعي المواطنين وإدراكهم لأهمية التصويت في الانتخابات. هو ده طبعا كان المهمة الصعبة بالنسبة لنا، تقريبا بقالنا شهر في الموضوع ده، هو إن احنا وعي المصريين هنا في كندا على موضوع ان في انتخابات، وطبعا في معوقات، يعني اللي يقول ده يعني سعادة الرئيس هيكسب يعني كاسب، وبرضه كان عندنا احنا في كندا هنا مشاكل في الفيزا، ففي مصريين في كندا زعلانين مواضيع الفيزا ما بين كندا ومصر، يعني في كذا اسباب. بس اللي حصل امبارح ان المصريين ضم وبيحبوا مصر، فرغم كل التحديات ده هو جم امبارح وجايين النهارده ان شاء الله وبكره. هنا كمان بنتكلم أستاذ عادل على الوعي الخاص بالمواطن بأنه لابد من الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، لأنها بالتأكيد بتحدث فارق في يعني انتخاب رئيس عن غيره، فهذا الأمر مهم جدا في أنه يكون في مشاركة حقيقية على أرض الواقع، بتنم بالتأكيد عن إدراك المواطن بأهمية التصويت في الانتخابات زي ما حضرتك أشرت. ما هو حضرتك احنا يعني الصراحة لنا الشرف، احنا بقالنا تقريبا 10 سنين هنا في كندا بنقدر ننتخب، ومكناش نقدر نشترك في الانتخابات في مصر قبل كده، فده اللي احنا بنقوله، ان احنا بدل ما نقدر يبقى لازم نشترك، وفعلا الاعداد مهمة، لان دي بتبين للعالم كله ان احنا كلنا متحدين وان احنا مع الرئاسة، وخصوصا في الوقت اللي احنا فيه ده والحرب حوالينا بالمنظر ده، لازم نكون يعني متحدين وبقوة ومع الرئاسة ومع الجيش بتاعنا. بالتأكيد. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ عادل بوليس رئيس الغرفة التجارية المصرية الكندية بكندا، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل.